مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أهم الأحداث لليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021. رح بلش بخبر الزيارة المقررة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا يوم غد الأربعاء. والحقيقة أنه هي الزيارة يعني هلأ بنحكي شو ممكن يكون مضمونة، ولكن هي دلالة دائما أنه خط السياسي ومانه خط مستقيم باتجاه واحد، هو يعني طريق في أرض شديدة يعني الوعورة، ويجب أن يأخذ شكل هذه الطريق، والهدف هو تحقيق مصالح البلد ومصالح أهل البلد وسكان البلد. هذا هو المعيار الوحيد للسياسات، سياسات البلدان في كل أنحاء العالم. فيعني موضوع أنه والله التشبث يعني اتجاه واحد، التعنت باتجاه واحد، هذا أمر لا شك أنه بالنهاية ما راح يكون مصلحة البلد، ويمكن في بعض الأحيان يقضي عليها. نحن بنعرف توتر العلاقات لوين وصل بين الإمارات وتركيا إلى تقريبا عداء يعني كان كامل، واليوم نرجع نشوف كيف رجعت يعني دارت الأمور، وأصبح هناك تقارب طبعا على التوالي بالتدرج، لا توجت يعني عملية التقارب هي بزيارة محمد بن زايد آل نهيان لتركيا يوم غد. هلا موضوع الزيارة، طبعا نحن حكينا بوقت سابق بأنه في إعادة ترتيب الأدوار في المنطقة، في إعادة ترتيب، في يعني أطراف كانت مستلمة أمور انسحبت منها، أطراف تانية حلت بدالها. ولكن يلي بدي أقوله أنه طبعا هذه الزيارة رح تأثر كثيرا على أيضا العلاقات السورية الإماراتية. في السياسة دائما في تضارب بالمصالح، في دول إلى مصالح ودول أخرى إلى مصالح متضاربة. كل ما ضعفت الدولة مع الأسف، كل ما ضعفت، ويعني مثل سوريا اليوم وتهالكت، بيكون وزنها بخف، يعني وزنها بخف في محيطها، في إقليمها، وعلى الصعيد الدولي. بمعنى إذا كان الإمارات مثلا لها مصالح مع سوريا ولا مصالح مع تركيا وتضاربت هذه المصالح، يعني بالتأكيد رح تفضل الإمارات مصالحها مع تركيا على مصالحها مع سوريا، وفق يعني رغم كل الاعتبارات. يعني هذا الموضوع بالسياسي بيصير بهذا الشكل، وبالتالي ممكن نقول انه العلاقات الإماراتية التركية، بالإضافة انه ممكن يكون هي التحركات الدبلوماسية في إطار الوساطة لترتيب وضع ما، ولكن هذا الوضع لن يخرج عن المخطط العام والسياق العام يلي مشيت فيه الأحداث من 10 سنين لهلا. في مثل ما قلنا شيء بده يتم، في مخططات بده تتم، في مصالح تركية بده يتم إنفاذها في سوريا، بده تحاول حتى النهاية تركيا، أيضا أمريكا إلى مشروعها، روسيا، إيران، فهي الأمور بده تتم حتى النهاية. ما حدا يعني بالنهاية مع الأسف بيرحم بلد وصل للمرحلة يلي نحن وصلنا فيها وبيرجع بيساعده على النهوض يعني إلا بقدرة قادر. فهي الزيارة ممكن نحكي عليها بهاي الطريقة. طبعا ممكن يتكشف شو التفاصيل الزيارة، ولكن بالعموم رح يكون يعني العنوان العريض هو إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة وإعادة توزيع الأدوار في المنطقة للمرحلة القادمة. هلا بدي انتقل لخبر تاني اللي هو خبر محلي أيضا يتعلق بالكهرباء، لحتى نشوف لأي درجة نحن وصلنا. اليوم في تصريح لمسؤول من وزارة الكهرباء بيقول فيه إنه صندوق دعم استخدام الطاقة المتجددة سيمنح قروضا للمواطنين لإقامة مخمرات وهواضم بقايا الثروة الحيوانية، روث البقر على الأغلب، بحيث ينتج الهاضم، يعني كل هاضم، يعني لحتى نحكيها بالعامية أنه بده يعطوه قروض لحتى يشتروا أجهزة اسمها الهاضم، بيحطوا فيها روث البقر تنتج لهم غاز. عبيقول أنه شهرياً ممكن الهاضم أنه ينتج جرة أو جرتين غاز من خلال هالطريقة، فبدي رجعونا لحتى نشتري روث البقر ونحطه بالهواضم ويطلع عنا غاز نستخدمه في المنزل. طبعا هذا الموضوع يترافق مع تصريحات أخرى حول أنه ممكن أي شخص يحصل على كهرباء 24 على 24 ساعة، ولكن بده يدفع كتير. يعني نكون نحن بالصورة أنه الشرائح الدنيا، معظم الناس اللي بيقتصدوا به أيضا، أصلا في اقتصاد رباني هلا اليوم أنه أو حكومي خلينا نقول، ولكن أنه بيدفعوا ليرتين
مثلا على الكيلو واط الساعي، اذا انت بدك الكهرباء 24 على 24 طبعا الليرتين توصل ل 150 ليره يعني حسب كميه الاستجرار، ولكن اليوم اذا بدك اياها 24 على 24 بدك تدفع 300 ليره سوري يعني حق الكيلو الواط الساعي، فرق سعر كبير، واللي بيدفع بياخذ. فاذا الكهرباء لمن يدفع اليوم؟ هذا طبعا في اطار موضوع مثل ما قلنا، هي الامور تيجي على مراحل على خطوات، في اجراءات لرفع الدعم تاخذ يعني اشكال متعدده، ولكن مع الاسف بلدنا بتغلف بالخداع والوعود الكاذبه والتسويف لحتى يوصلوا اللي بدهم اياه، ولكن هي خطوه من الخطوات، يعني هذا المستقبل. نحن هذا السعر وعلى الاغلب راح يكون مرتفع اكثر من هيك، هو المستقبل لكل السوريين، ولكن بدها وقت لحتى نوصله لحتى نكون يعني جاهزين. انا متاكد في وقت من الاوقات اذا ظلت الامور هيك، اذا ما وصلنا لحلول نهائيه، في كثير من المناطق والمنازل راح يعني ما يضل عندها كهرباء على الخالص. ومؤخرا ايضا اللي بياخذ كهرباء 24 على 24 هي الميليشيات الحليفه للنظام وخاصه الايرانيه، بتاخذ كهرباء 24 على 24. هلا ما مهم اذا بتدفع ولا ما بتدفع، هدول يعني في تمويل لهم، ولكن انه هي عم تاخذ من حصه السوريين. كل ما ازدادت، هون نقطه مهمه، كل ما ازدادت الخطوط الذهبيه للناس اللي عم تدفع راح يقل، وراح يصير في تقنين اكثر على الناس اللي ما عم تدفع، لان الاستطاعه محدوده، ما عم تتوسع. وبالتالي اي واحد على كل ما هي الشرائح يعني انفسدوا الناس على الخطوط الذهبيه اللي معهم المصاري، او الجهات، او مثل ما قلنا الميليشيات، جهات خارجيه عم تشتغل، سفارات الى اخره، اخذوا خطوط ذهبيه، راح يصير الوضع أسوأ وأسوأ على الناس العاديين. الشيء التقرير الاخير اللي لفت نظري اليوم هو حول يعني، وهذا كمان له دلاله، مو بس انه الناس عم تشتكي من نوعيه الخبز باللاتقيه، لان انا دائما بحاول ركز انه المعاناه في سوريا في كل المحافظات. السياسة اللي انتهج النظام خلال 10 سنوات يعني دعوة أحيانا معلنة وأحيانا غير معلنة بحماية مثلا شريحة معينة أو منطقة معينة، على الإطلاق برجع بأكد أنه اللاتقية هي من أكثر المناطق معاناة، وأهل اللاتقية من أكثر المناطق التي تعاني اليوم من الأمور الخدمية والوضع المعيشي بشكل عام. يعني ما نفتت لا اللاتقية ولا غير اللاتقية من خلال السياسة العامة، وهذا الشيء اللي نبهنا له من الأول، انتهاج هذا السياسي والتعنت وعدم القبول بحلول وسطية تنقلنا لمرحلة جديدة رح يكون آثارها السلبية على جميع السوريين مهما كان عرقهم أو دينهم أو طائفتهم. آخر شيء، هذا الخبر مثير وأثار يعني استياء كثير من السوريين في يعني كل على السوشيال ميديا بكل البلدان. في مقال منشور بصحيفة بتوقع صينية أو تتكلم عن شؤون الصين، يقول المقال أو يتكلم المقال عن شيء اسمه سيريان ستايل. شو هذا السيريان ستايل؟ على الطراز السوري يلي بلش يطلع بالصين، أنه تقريبا كل شيء محطم أو مهدم بيقولوا عليه سيريان ستايل أو الطراز السوري. مثلا في مطاعم، يعني أي شيء مثلا على صعيد البناء، أنه أي شيء ديكور، أنه والله هيك الحديد طالع، الباطون بدون دهان، في شوية دمار يعني بأجزاء من المطعم يلي مدوكر بهالطريقة، فهذا صار اسمه سيريان ستايل. حتى بيحكوا أنه يعني بحسب المقال أنه هاي الصيحة بلشت من انفلونسر او ناس مؤثرين من عام 2020، انه بلشت بالمطاعم والمقاهي والحانات، انه اي هيك مظهر مثل ما قلنا دمار، اشياء متهالكه بسموها السيريان ستايل. حتى عم بيقولوا انه في باحد مستخدمي احد التطبيقات كاتب بالحرف الواحد: لقد حطمت هاتفي المحمول مره اخرى اليوم وقد دست عليه، لقد اصبح هاتفي من طراز السوري، يعني سيريان ستايل محطم، لأنه ونحن فعلا بلد محطم. هذا كل شيء اليوم، راح أترك لكم رابط المقال لحتى تطلعوا على التفاصيل إذا حبيتوا. إذا بدكم تطلعوا على أخبار أكثر، على الأخبار لحظة بلحظة، لا تنسوا تتابعوا سيريان نيوز وشبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة مع الموقع، وخاصة التليجرام في هذه المرحلة. راح أحط لكم رابط التليجرام بصندوق الوصف أيضا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.